القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، كيف مبعوث رحمة للعالمين؟ نبدو من عنوان الحلقة متاعنا، إن شاء الله احنا منا القول وإن شاء الله وفقنا للعمل والمولى سبحانه وتعالى إن شاء الله يتقبل منا، اللي هو اليوم بنتكلموا بنذكروا بعضنا البعض بليلة القدر. ليلة القدر اللي قال فيها ربي ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. تو يجيك واحد يقول لك كلام، نقول شكون قال الكلام هذا؟ نقول قال فلان. نقول أما فلان يا ودي معروف، رجل صادق، رجل عالم، ما عندناش فيه ما نقوله كلام هذا. قال فلان، متأكد أن قال فلان؟ يا رجل بكل تأكيد فلان قال راه ليلة القدر خير من ألف شهر. شكون اللي قالها؟ قال رب العزة. شكون اللي قالها؟ قال اللي خلقك وخلقني. شكون اللي قالها؟ قال الرحمن الرحيم. صار ربي قالها، يا عيني والله نشمر درعاني ونحاول بقدر الإمكان كيف نحيي ليلة القدر. في حاجة أن احنا الأيام اللي فاتوا خلال شهر رمضان نسعوا بقدر الإمكان كيف طامعين في أكرم الأكرمين نديروا فادي ونديروا فادي ونديروا فادي، ويا بال ربي سخر لنا ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر يا ربي، خير من ألف شهر. سامع حتى أنا لو نعبد ربي، ربي تخيرك أنت، أنت ربي اعتني بيك وخلقك، توكل على الله، توكل على الله، عندك يكون عندك يقين بالله. ليلة القدر قالوا ليلة القدر ظل ملائكة سايحة في الأرض، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال لك في اللي تظل الملائكة تدور على الناس، يطيب في الشاهي، يهدرس، لكن هدرس ما فيش غيبة، فيش دوة بالناس، فيش ما فيش ما فيش دوة بريئة، تخطب عليه الملائكة تقول له ربي يقريك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. هو رجل من الصالحين ونعرفوه جارنا ولا قريبنا، ويجينا يقول السلام عليكم، الله أما الليلة ليلة مباركة، اختم علينا فلان الفلاني وقال السلام عليكم، يا بل ختمت علينا الملائكة، الملائكة وقال السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. لكن يلقوا واحد يقرأ في القرآن، يقرأ في التفسير، يدرس على صغير توعية عياله، يدير في عمل خير، يقول له ربي يقرئك، يقول له سيدنا جبرائيل ربي يقرئك السلام، ربي يقرئك السلام. ترقد هذيك الليلة ويجيك النوم من الفرحة تنقز، شن الدير؟ ربي يقرئني السلام. إيه، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، لغاية الفجر وهم يدور عليك سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. هذه ليلة القدر. ليلة القدر يا تلقى أن الواحد بو عاصي، بو ما يتفهمش. ليلة القدر يقول له يا رب يهدي أبي، يا أبي يا رب يهدي ميمتي، يا رب يهدي أخيتي، يا رب يجيب النصيب لإخواتي. ليلة القدر إن شاء الله الدعاء فيها مستجاب. أنت تظل تدعي وتظل في ملائكة في جنبك تقول لك أمين أمين ولك مثل ذلك، أمين ولك مثل ذلك. وخاصة خاصة أخي المواطن، في حد أساء ليك، خليني من اللي أسأت ليه، أساء ليك وأنك أنت تدعي له، يقول اللهم فرحة بصغارة، اللهم أسعده، اللهم حقك مني، يقول لك ربي أنت 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 تبيني نعطي للشخص اللي سبك واللي لعنك، يقول له يا ربي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو حبيبك اللي هو بعثته أن أنت رحمة لينا، هو علمني قال لي دائما حاول أن تحسن ليسيء إليك، فاستشر ربي يكرمك إكرام لا يمكن يخطر لك على بال. فكذلك ليلة القدر، لو المولى سبحانه وتعالى يكشف لنا الحجاب عن الملائكة، تعرف العلماء شن قال لك؟ قال لك ليلة القدر
اسمها الشمس لما تزرق الصباح تزرق فيها خطوط خطوط. علاش؟ لأن من كثر نزول ركوب الملائكة من الخطم تاع الملائكة نازلة رقبة نازلة رقبة، تلقى الأثر نتاعهم في القمر وتلقى الأثر نتاعهم في الشمس من كثر نزول الملائكة للأرض. قول لي يا فندي، قولي لي يا أختي الكريمة، يقولوا فلان ركبة جن، فلانة ركبها جن، ما تشوفش إلا في الجن، علاش الملائكة ما شفتهاش؟ تتنزل الملائكة والروح فيها. خيرك ما شفت سيدنا جبريل، خيرك ما شفتش الملائكة الثانية إلا الجن. أنت مسلم، أنت موحد، أنت صائم لله رب العالمين، أنت مقعمس تبكي في سبيل الله، تطلب في ربي يغفر لك فيما مضى وينظر لك بعين الرضا. أنت في حالة زيادية، ما تفرحش بنفسك، ما تفرحش يا أخي، ما تستانش، لأن احنا لو نقارن نفسنا ببعض ناس تانية أصحابنا وزملانا وعباد نلقوا روحنا ما ناك شيء. لكن ربي يعطي دي كل قدير وقدرة، ولما يعطي القدير وقدرة واحدة من الحاجات اللي يعطيها لنا ربي يعطينا القناعة بما يعطينا، القناعة بما يعطينا. فنحاولوا بقدر الإمكان هذه ليلة من الليالي المباركة وشهر شهر مبارك وعمل عمل صالح، ونحاولوا بقدر الإمكان كيف دائما نسعوا في رمضان وغير رمضان، ليلة قدر وغير ليلة قدر، دائما نتعامل بالمعاملة الحسنة. هنا في توجيه، وانا نتكلم على ليلة القدر، في بعض الناس ما مر بضائقة، ما مر بكوارث، مرة كذا، نقول لك ما تيسش هذه ليلة القدر، ارفع يديك وقول يا ربي اهدي ولدي، يا ربي جيب لي جو الصالح لبنتي، راي بنتي بتطيش، بنتي بتضيع، يا ربي يا ربي خذ بيدي، راهو لا لي لا لجدودي، يا ربي انا من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحط قدامك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حط قدامك الصحابه زي ما تحط اخوالك واعمامك، لانك انت ولد بيتيه، ولد اصل، انت بيتيه واصل من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع. قلنا يا ربي هذه بنتي بتضيع، بنتي ما جاش النصيب، ولدي بيضيع، تعلم التعاطي يا ربي، وهذه ليله قدر يا ربي اهديه، يا ربي اهديه. في اللي غلط، في اللي غلط في الكعبة، وفي اللي غلط في الدنيا وفي ليلة القدر. شنو قال لي ربي؟ قال لي يا ربي تربح، يا ربي تربح. شني شني؟ لأن رجل الهدايا قاعد يدعو في المولى سبحانه وتعالى، فقد وعيه كإنسان كبشر، التقى لمقامات ثانية. هو احنا نعذر في بعضنا، يا بان المولى سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. ألف شهر اللي كانوا زمان يعبدوا في ربي، ألف شهر يعبدوا فيه، أبدا من سيدنا نوح 950 سنة يكفي معبدش ربي، ما دار شيء غير الصبر على الأداء، ومن ضمن الأداء الصبر على الأداء من ولده اللي ما باش يؤمن به. تحسبوا مرت عليهم أيام سهلة الأنبياء والصحابة والناس لولا وبما فيهم ناسنا تعتوى، لكن شني قال مثل الشعب اللي معاه القمر شني يدير بالنجوم، معانا ربي إن شاء الله، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، لغاية الفجر، الفجر يقول الله أكبر، فهم خلاص كل حد يخش مكانه. فرصة عطانا ربي، عطانا ليلة القدر، عطانا رمضان، عطانا يوم الجمعة، عطانا عطانا عطانا، ما عرفش أنا ما عرفش. من ضمن الأشياء يا إخوة يا مستمعين يا مشاهدين، حاجة نقولها من وسط قلوبنا، من وسط قلوبنا، شو نقوله؟ نقول له يا ربي ما عرفش كيف نشكرك يا ربي، حنيت علينا، رحمتنا، وديتنا، أكرم، شنو هذا يا ربي؟ شنو هذا يا ربي؟ شنو هذا يا ربي؟ شنو رحمتك هذه؟ هذه في الدنيا هيك شفناها بمعاصاتنا ليك، بذنوبنا اللي ندروا فيها، ومع هذا ترحم فينا وتكرم فينا. يا اخوة يا مواطنين، راهو نقعدوا طول عمرنا واحنا سجدنا للانسان وعبدنا الانسان وعظمنا الانسان، وهو كل من عند الله، كل من عند الله. في اللي ربي صخره للخير باش يتوب ويرجع، وفي اللي صخره للخير باش يزيد في سيئات، يزيد في حسناته، زي الناس في خلال شهر رمضان يتصدقوا، يطلعوا في الزكاة، يعملوا في الخير. شو بنقول لك؟ لكن
السعادة هدية اللي احنا فيها تو في شهر رمضان والأيام المباركة وليلة القدر هدية على هذه ليلة قدر، واحنا في حالة يعلم الله بحالنا من السعادة. أما يوم القيامة كيف ربي يوري فينا؟ يقولوا هذا كله دسته لكم، كل الخير هذا دسته لكم، ما تأيسش ما تقنطش، راهو أنا رحمن رحيم أمنت بيا، وما دام أمنت بيا ما نخليكش، ما نتخلاش عليك، ما نتخلاش عليك. إبليس الله يلعن إبليس، إبليس يا إخوة يا مشاهدين طلب من ربي أعطاه، إبليس طلب من ربي أعطاه، قال اجعلني من المنظرين، قال بره من المنظرين، بره امشي عيش، عيش كما تبي، لكن العبرة بالخاتمة، العبرة بالخواتيم. كذلك ليلة القدر سلطان المولى سبحانه وتعالى، نحاول بقدر الإمكان، بقدر الإمكان يكفي هذاك النهار، بس هذاك النهار أو هذيك الليلة بعد ما تفطر تبحبح وتصلي العشاء وتروح، قول للعيال قولها معليش سلم زوجتها تربحي أو يا أمي نبي ناخذك حوالي ربع ساعة بس، نبي نقعد في الدار بروحي ربع ساعة، ما فيه مش متكدر مش سامع خبر شيء، قاعد مستغرب روحك ادوي بروحك ادوي ادوي. قول يا ربي درت ودرت ودرت، يا ربي غفرت لي وسامحتني في هذه الدنيا، يا ربي يا ربي قوي صلتي بيك، يا ربي قوي صلتي بيك، يا ربي شنو النعم اللي نعمت بها ربي علينا. فحاول بقدر كان تختلي بنفسك وتحاسب نفسك على الخير قبل الشر، الخير قبل الشر. كان الأم لحنونة ما تعبيكش يا بار رب، قياس مع الفارق، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أن ليلة القدر، ليلة القدر هذه نهل نفسنا باش أن يوم ما نكون ماشيين للعيد كيف صفحنا الملائكة، كيف صفحنا الملائكة وشفنا الملائكة وشفنا سيدنا جبرائيل، زي بعض الناس شافوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام قبل الآخرة، شافوه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما افتنهمش، ما قالوش احنا، بل خافوا. الوا خافوا لأن العبرة بالخواتيم. في ناس جلست النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقعمزت معاه وماتت على سوء الخاتمة، وفي من ناس ما روش شيء، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقهم أن يموتوا على حسن الخاتمة، وخاصة في هذا الشهر المبارك. حاجة بنذكرك بها يا أخي المشاهد، ديرها في بالك ونتكلموا تو، أنت كم رمضان فات وكم ليلة قدر فاتت، ما قعمتش يوم من الأيام حسبت روحك نقول يا ربي تو رمضان اللي فات أنا درت ودرت وغفرت لي وسمحتني، يا ربي فيني هلبة، يا ربي يا ربي هلبة، لكن أنت الرحمن الرحيم أكرم الأكرمين. أنا بنقول لك من وسط قلبي وخاطري يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. يقول لك ربي إن شكرتم لأزيدنكم، إن شكرتم لأزيدنكم. شنو هالخير هذا؟ شنو الرحمن الرحيم هذا؟ شنو هالشهر المبارك هذا؟ كان احنا غير صمنا امتنعنا على الأكل، ما امتنعناش على الأكل، لكن أخرنا الأكل، أخرناه باش نشوفوا عدة معاني، من ضمنها نشوف الناس المحرومة نعيش معاهم. من غير هذا ومن غيره ومن غيره ومن غيره ومن غيره، لما نحطت لك الماكلة أشكال وألوان وتقدمت لك، وأعطاك ربي وعندك قدرة أنك شريت وجبت وحطيت، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. كلمة وانا عن ماشي في ليلة القدر، حاول بقدر كان كيف تود عائلتك، مش تودهم بالتفاح والنزاص والموز، ود عائلتك أنك أنت ذكرهم برحمة ربي، ذكرهم بكرم ربي، ذكرهم بعقوبة ربي. تعرف حد في عائلتك ما هوش ماشي تمام، امشي له خصيص وانصح لوجه الله. هذا اليوم المبارك والساعة المباركة اللي هي في ليلة القدر. فتمت الحلقة هدية، وزي توا هو قال لي تمت الحلقة، زي توا جيني الملائكة تقول لي تم عمرك يا محمود، تم عمرك يا محمود. نقول اللهم اجعلنا عند السؤال تبيذا، واجعلنا ممن ياخذ الكتاب باليمين، والعصر ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من القلب الى القلب ازف عبير اشجاني شذاها